بالرغم من التفاؤل في الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فإنه يبدو واضحا أن هناك ضغوطا كبيرة على وفود مصر وإثيوبيا والسودان بعد أن تم تعليق نقطتين رئيسيتين من الجولة السابقة تمثلان عقبة أمام الوصول لاتفاق مشترك. لقد نجحنا في تحديد إطار زمني للأنشطة المطلوب تنفيذها للدراسات الفنية، وهي خطوة كبيرة للأمام، وناقشنا الكثير من المهام المطلوبة من لجنة الخبراء الوطنيين، بينما تم إرجاء نقطتين أساسيتين للنقاش هما فريق عمل الخبراء الدوليين وورقة المبادئ التي تحتوي على إجراءات بناء الثقة، ليتم مناقشتهما في اجتماعنا الحالي، والذي آمل خلاله أن نستطيع أن نصل إلى توافق حولهما. وفيما يؤكد الجانب الإثيوبي على تعاونه نافيا حدوث أي أضرار لمصر جراء بناء السد، فإنه ألمح إلى المضي قدما في تنفيذ المشروع. إثيوبيا ليست لديها خطة للإضرار بأحد، وبخاصة جيرانها مصر والسودان. ووسط الصعوبات والنقاط الخلافية بين الجانبين المصري والإثيوبي، تسعى السودان البلد المضيف لإحداث تقارب ينهي المسائل الخلافية وينجح المفاوضات. هي في الحقيقة ليست مفاوضات، إنما هي مداولات حول كيفية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالميين حول سد النهضة. والسودان ليس وسيطا بقدر ما أنه دولة مضيفة، ولأنه ليس هناك عداء بين الدول. بالرغم من سرية المباحثات في قاعة النيل خلف هذه الجدران وعبارات الود والترحاب، إلا أن تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا تبقى تحديا يواجه الجانب السوداني الذي يبذل جهدا خارقا للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كل الأطراف وتضمن لإثيوبيا الكهرباء، وللسودان تنظيم الري والمياه، ولمصر جريان مياه النهر وانتظامها بدون نقصان. لقناة الجزيرة مباشر مصر، مصطفى عاشور،